يحيى لاعب كبير، اول لقب ليه، وان شاء الله ان شاء الله غادي يزيد يدي الالقاب مع فريق الاهلي ان شاء الله. يحيى كلمه النهارده، انت ما بتتكلمش كتير، كلمه لجمهور النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي. اولا كنبغي نشكر اللاعبين اللي كانوا رجاله اليوم في الملعب، والحمد لله على البطوله اللي كسبنا اليوم. هذه اول بطوله ليا ان شاء الله، نتمنى تكون فاتحه ديال الخير ان شاء الله. وكنبغي نشكر الجماهير الاهلي اللي كتساندنا دائما، سواء في الخساره سواء في الربح، كنا ديما هذه البطوله، وان شاء الله كنتمنى نزيدو نفرحهم في قادم البطولات والمباريات الجايه ان شاء الله. يحيى ما خدتش وقت كتير عشان تندمج مع لعيبه النادي الاهلي، رضا سليم ليه دور في الامر ده، الجماهير ما تحسكش غريب على النادي الاهلي، انت جاي من نادي كبير هو نادي الوداد، اعتقد نفس عقليه الجمهور دايما بتلعب من اجل البطوله. الحمد لله نادي الوداد ونادي الاهلي فرق الكبار دائما كينافسوا على الالقاب. الحمد لله الفرق الكبيره كتنافس على الالقاب، الفرق اللي عندهم ضغط كبير الحمد لله ما هذا ما سببش لي عائق ولا مشكل، الحمد لله متعود على الضغط. وكنبغي نشكر اللاعبين اللي وقفوا معايا وساندوا على الانسجام بسرعه، وعلى راسهم رضا سليم خويا. رضا اكلتوا اكل مصري ولا لسه يا رضا؟ بعد الماتش، بعد الماتش. هتاكلوا ايه؟ اي حاجه. فين الحواوشي؟ حواوشي فول مدمس. يا رضا انت كنت بتقول كلمه لجمهور النادي الاهلي، مع النادي الاهلي ايه؟ صراحة جمهور الاهلي ونادي الاهلي خاصو كلام كثير، لازلنا نتكلموا على نادي الاهلي ما غاديش نشايو، كنبغي نشكرهم وكنبغي نشكر الاداره ونادي الاهلي اللي كيساندونا بزاف حنا اجانب. شكرك يا رضا وبالتوفيق باذن الله ان شاء الله حبيبي. شكرا.